السلام عليكم، معكم علي. اهلا وسهلا بكم في درسنا الجديد. اذا كنت اول مره تشاهد القناه لا تنسى الاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. نتكلم في هذا الفيديو عن agreement problems، مشاكل التوافق بين الفاعل والفعل. تكلمنا في فيديوهات سابقه عن بعض هذه الحالات، نتابع في هذا الفيديو ايضا الحالات الاخرى. درس من الدروس المهمة والأساسية في اللغة الإنجليزية، تابع معنا نهاية الفيديو، هناك الكثير من المعلومات والملاحظات الأساسية في اللغة الإنجليزية يجب أن تعلمها والانتباه إليها. نتكلم في هذا الفيديو عن collective nouns، أسماء الجمعية. هي كلمة مفردة مثل كلمة the team، إذن الفريق ممكن أن يعتبر جمع، ممكن يكون أيضا مفرد. جمع إذا كان نعتبر كل لاعب داخل الفريق، إذا الفريق مكون عن مجموعة من الأشخاص معناته هذا جمع، لكن إذا اعتبرناه كفريق واحد يعتبر مفرد. أيضا نتكلم عن indefinite pronouns، الضمائر غير المحددة مثل كلمة everybody، each، وهكذا. اللحظة والجملة the committee has made its decision، لقد قررت اللجنة قرارها، أو لقد اتخذت اللجنة قرارها. لاحظ the committee لجنة، اعتبرنا the committee مفرد، عملناها معاملة مفرد، إذن it، إذن يأخذ has، لنعرف عنها have بحالة الجمع وhas بحالة المفرد. لاحظ its أيضا ضمير بحالة الملكية، من it يصبح its إذا مفرد. The family have arrived at the meeting in small groups، يعني لقد وصل أفراد العائلة إلى الاجتماع في مجموعات صغيرة. لاحظ ممكن شخص يقول استخدم has، إذا هنا نستخدم have، لماذا؟ لأنه استخدمنا in small groups، يعني العائلة مثل مكونة من 10 أشخاص، كل 3 أشخاص جو مجموعة، إذا هنا اعتبرنا كأفراد العائلة وليست العائلة ككل. لو اعتبرنا العائلة ككتلة واحدة عندئذ نستخدم has وليس have. إذا استخدمنا have لو عندنا small groups، مجموعات صغيرة، إذا العائلة عبارة عن مجموعة من الأشخاص، كل شخصين أو ثلاثة أو أربعة جو في مجموعة، معناته هذه يعتبر كأشخاص individuals. بين إذا كان كعائلة ككل لا نستخدم small groups، the family نقول has arrived at the meeting، لقد وصلت العائلة إلى الاجتماع، إذا كليتها ككتلة واحدة سوية. الأسماء نسميها هذه collective nouns، أسماء جمعية. مثلا عندنا كلمة team، فريق، ممكن يكون مفرد كفريق واحد، ممكن يكون جمع اللاعبين واحد تلو الآخر، ممكن يكون عندنا club أيضا نادي، النادي مجموعة من الفرق. إذا اعتبرنا النادي كاسم واحد بيكون مفرد، إذا اعتبرناه كفرق موجودة داخله يكون عندنا جمع. أيضا بيكون عندنا كلاس، الصف، الصف إذا اعتبرناه ككتلة واحدة مفرد، صف واحد مفرد. إذا اعتبرناه الطلاب المكونين لهذا الصف يعتبر عندئذ جمع. إذا ننتبه، هذا نسميه collective noun، أسماء جمعية، ظاهريا هي مفرد، لكن إذا اعتبرنا داخل هذه المجموعة أو داخل هذا الاسم كأشخاص يعتبر جمع، مثل كلمة family يعتبر عائلة، إذا كان عائلة ككل has مفرد، إذا كأفراد عائلة نستخدم have. نلاحظ هذه الجملة the class are is writing their story reviews in groups، يعني يكتب الصف مراجعات، مراجعتهم القصصية في مجموعات. لاحظ
نستخدم R or S. ممكن شخص يرى class معناته مفرد صف يستخدم as وهذا خطأ. لماذا؟ لأنه عندنا there story views. لاحظ there إذا بحالة الجمع معناته إحنا نعامل الصف ك طلاب معناته عنده إذا نستخدم are the class are. لماذا؟ لأنه they are writing their story reviews. إذا بهذه الحالة الكلاس عملنا كمجموعة من الطلاب ضمنية وليس كصف ككل واحد. إذا عندي إذا نستخدم are. Two hours are is the amount of time he reads each week. إذا ساعتين هي الفترة الزمنية التي يقرأها كل أسبوع أو كمية الوقت، لا أقول كمية الوقت، إذن الفترة الزمنية التي يقرأها كل أسبوع. لاحظ H ما نلفظها لا أقول hours hours two hours ساعتين S الجمع عند إذن نستخدم R بحالة الجمع وليس is. كما نعلم is مع المفرد و R مع الجمع. أيضا انتبه indefinite pronouns يعني ضمائر غير محددة ممكن تكون singular أو تكون plural جمع، ممكن تكون مفرد يعني عملها معاملة المفرد أو معاملة الجمع. معاملة المفرد يعني إذا كان عندنا is و are نختار is مع هذه المجموعة، إذا كان عندنا have أو has نختار has، لو كان عندنا was where نختار was. إذن أيضا لو كان عندنا do does نختار does. إذن نعاملها معاملة المفرد. المجموعة الثانية معاملة الجمع يعني يكون توافق بين الفعل والفاعل. إذا كان أحد هذه الضمائر نستخدم الفعل بحالة المفرد، إذا كان أحد هذه الضمائر بحالة الجمع. هذه الضمائر مثل كلمة anybody أي شخص، لنقول أو أي أحد، somebody شخص ما، everyone كل شخص، anyone أي أحد، anybody أي شخص مكررة، someone شخص ما مثل somebody، one مرء يعني المرأة أو شخص ما، each كل، neither ولا، either إما أو كل، nobody لا أحد، no one أيضا لا أحد. إذن هذه الضمائر نعملها معاملة المفرد، نحفظها بصر. بحالة الجمع بعدنا both كلا أو كلتا، اثنين، few بضع يعني some بعض، few بضع أقل من البعض، many العديد كثير، several إذن أيضا العديد. هذه الضمائر أيضا نستخدم حالة الجمع، لو كان عندنا is are نختار are بحالة الجمع. نأخذ بعض الأمثلة على هذه الضمائر. ننتبه لهذه الجمل، neither of us is late. إذن لا أحد منا متأخر. لاحظ عندما نرى neither بالجملة نستخدم فعل كون is بحالة المفرد is late، لا نستخدم are حتى لو كان موجودة us بحالة الجمع. إذا neither نستخدم معها الفعل بحالة المفرد. Both of the boys are there يعني كلا الولدين يكونوا هناك أو هناك. لاحظ both دائما استخدم بحالة الجمع، إذا استخدمنا الفعل كون are بحالة الجمع لا نقول is. Some of the music is loud، بعض الموسيقى تكون ذات صوت عالي is loud. ممكن شخص يقول some بحالة الجمع لكن some تشير إلى الموسيقى، إذا الموسيقى مفرد معناته نستخدم is بحالة المفرد، إذا موسيقى مفرد حتى لو كان عندنا some لأنه هي some تشير إلى الموسيقى والموسيقى مفرد. Some of my friends بعض أصدقائي are here،
إذا لاحظ سام تشير إلى الأصدقاء، الأصدقاء بحالة الجمع عندئذ نستخدم are. are بحالة الجمع كما قلنا مرارا تكرارا، is مع المفرد وare مع الجمع. إذا سام تشير الموسيقى، الموسيقى بالأصل هي مفرد، بعضها أيضا يكون مفرد استخدمنا is. سام تشير الأصدقاء، الأصدقاء جمع، إذا نستخدم are. neither of us is late. Both of the boys are there. Some of the music is loud. Some of my friends are here. لاحظ هذه الجملتين. $4 is the cost. يعني $4 هي التكلفة. لاحظ استخدمنا is. لماذا؟ لأنه اعتبرنا $4 كوحدة واحدة. إذن قيمة واحدة، بالتالي نستخدم is وليست يعني مفرد دولار دولارين ثلاثة أربعة، لا نعتبرهم كعملة واحدة أو قيمة واحدة، بالتالي نستخدم معها is مفرد. My $4 are in the book. يعني دولاراتي الأربعة تكون في الصندوق. لاحظ استخدمنا are، نفس الجملة لكن أعتبر أنه عندي $4، ليست كقيمة واحدة لكن عملة كمفردة عن بعض البعض في الكتاب، لذلك استخدمنا are يعني $4 متفرقة. عندئذ استخدمنا are، بينما الحالة الأولى القيمة واحدة هي $4 ك قيمة واحدة إذا مفرد، عندئذ نستخدم is. بين الحالة الثانية اعتبرناها $4 متفرقة داخل الكتاب. آخر مثالين. Each of the students has have a book. يعني كلا الطالبين لديهم كتاب. لاحظ each كما قلنا نعمل معاملة المفرد، عندئذ نستخدم has، لا نقول have حتى لو كان عندنا students بحالة الجمع، لكن عندنا each بنشوفها مباشرة نعمل معاملة المفرد. Many of the players are is fast. العديد من اللاعبين يكونوا سريعين. إذا fast سريع. عندئذ نستخدم are. لماذا؟ لأنه عندنا many نستخدمها بحالة الجمع. بهذا الشكل أنهينا درسنا هذا اليوم. كملنا فيه حديثنا عن توافق بين الفاعل والفعل. تكلمنا عن أسماء الجمعية. هي بالأصل ظاهريا ككتلة واحدة أو شيء واحد، لكن إذا اعتبرناها بهذا الحال نعتبرها كمفرد، إذا اعتبرناها كأجزاء أو أشخاص مكونين لهذه المجموعة نعملها معاملة الجمع. وأيضا أخذنا indefinite pronouns الضمائر غير محددة، أيضا في عندنا حالة المفرد وحالة الجمع. أتمنى قدمت شيء للفائدة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس، ووضع لايك للفيديو ليصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.